السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسجل مشاركتي في معرض الأول لمهرجان الطفل الكتاب. صراحة يعني مش عايزة أقول لكم كم الحاجات التحفة جدا اللي موجودة. أدعو الله سبحانه وتعالى إن حدث زي دوت يتكرر مرة واثنين وثلاثة، ودعوة لكل دار نشر اعملوا، وإحنا يعني نعلن لكم على الحاجة، لأن فعلا إحنا في بلاد الغربة بنبقى محتاجين تواجد مجموعة من الكتب العربية، مجموعة من الكتب اللي تناسب الهوية الإسلامية، في حين ان هم بيسمعوا ممكن على الإسلام ثابت وحد، او في مثلا في المسجد او هكذا، او لو في البيت ام مربية. فطبعا مكان جيد وحافل، لسه هناخد لفة كده. ادعو الله سبحانه وتعالى الفلوس ما تخلصش على الكتب، لان صراحة من ضمن الحاجات اللي بتسري عقل اولادنا هي القراءة، والتحفيز على القراءة هو رقم واحد اللي بيخلي الطفل يبقى عايز اللي بعده واللي بعده واللي بعده، تحفيز وتشجيع عليها. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا أبناء برين أصحاب وعي وفكر وقادة يقودوا البلاد وينفعوا الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. السلام عليكم.